السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد اللي طلع عليكم مساء كل يوم اثنين، واللي نتطرق فيه لأبرز المواضيع والأحداث الاقتصادية اللي تحدث في بلادنا العزيزة قطر. جهود كبيرة قام فيها بنك قطر للتنمية في توفير كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتشجيع على الاستثمار في قطر، بما يعكس توجيه القيادة الرشيدة المتمثلة بسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبما ينسجم أيضا مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر برامج ومبادرات متعددة. الحديث أكثر عن تلك الجهود والإنجازات في بنك قطر للتنمية معنا في استديو برنامج اقتصاد السيد محمد علي الجلاهمة مدير إدارة تمويل الصادرات في بنك قطر للتنمية. محمد يا مرحبا بك، شرفتنا في برنامج اقتصاد. يا مرحبا فيك يا أخوي صباح. الله يحييك. قبل ما نبدأ حوارنا معاك نروح معاكم مشاهدينا الكرام ونتابع أبرز محطات بنك قطر للتنمية في العام 2017، نتابع. دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص مثل هدفا رئيسيا من أهداف رؤية قطر 2030، ولتحقيق ذلك خطت دولة قطر خطوات متسارعة في هذا المجال، الأمر الذي أهل الاقتصاد القطري ليكون أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم. العديد من الخطوات تم اتخاذها للوصول إلى اقتصاد وطني متنوع، كان منها تأسيس بنك قطر للتنمية في العام 1997 ليكون داعماً رئيسياً للقطاع الخاص ومحفزاً مهماً للصناعات الوطنية بمختلف أنواعها. عام 2008 كان عاماً استثنائياً في تاريخ البنك عندما تم زيادة رأس ماله من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وهو ما ساعد البنك على إطلاق العديد من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية والتي ظهرت ملامح آثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وكما كان العام 2008 عاماً استثنائياً في تاريخ البنك، شكل عام 2017 عاماً مفصلياً لبنك قطر للتنمية من خلال مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فلم يعد يقتصر دوره على دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات، بل امتد ليشمل تمويل تأسيسها ودعم نموها وتوسعها والعمل على وصول هذه الشركات إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق بها إلى الأسواق العالمية. وخلال الفترة الماضية أطلق بنك قطر للتنمية عدداً من المبادرات، ومنها مشاريع جاهز واحد وجاهز اثنان، والتي ضمت العديد من المصانع في مجالات البلاستيك والألمنيوم والإلكترونيات وفي مجال الأغذية والمشروبات، وتم ترسيتها لرواد أعمال قطريين وجزء كبير منهم بدأ الإنتاج ويحقق جزءا من الاكتفاء المحلي. واستطاع البنك خلال العام الماضي توفير فرص تعاقدية بلغت 2.5 مليار ريال، منها نحو 700 مليون ريال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولم يقف دور البنك عند الحد المحلي فقط، بل شجع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على ضرورة المنافسة على مستوى دولي من خلال برنامجه تصدير الذي قدم المساعدة لأكثر من 500 شركة في تحقيق مبيعات بقيمة 800 مليون ريال والوصول لأكثر من 80 بلداً. وللتأكيد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع الخاص، فلقد بلغ حجم ما قدمه البنك من تمويل منذ تأسيسه حتى نهاية العام 2017 نحو 8 مليارات ريال قطرية. تابعنا مشاهدينا الكرام معاكم هذا التقرير اللي تحدث عن أبرز محطات بنك قطر للتنمية في العام الماضي. بالفعل جهود كبيرة يقومون فيها الأخوان في بنك قطر للتنمية، نقول لهم كل الشكر والتقدير، وأيضا
الجهود متشاركة، وأيضا نطمح لاستغلال هذه الفرصة من قبل رواد الأعمال في الدخول في مشاريع جديدة واستثمارات جديدة تشجع وتساهم في تطوير اقتصاد دولتنا الحبيبة قطر والرقي بهذا الاقتصاد الوطني في بلادنا قطر. متابعين حوارنا معاكم مشاهدين الكرام مع أخوي محمد علي الجراحمة مدير إدارة تمويل الصادرات في بنك قطر التنمية. محمد، ربما بنك قطر التنمية في الفترة الماضية أصبح له وقفات كبيرة في تشجيع رواد الأعمال في الدخول في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية. دعنا نتحدث عن هذا الجانب وأبرز أنواع الدعم اللي تقدمونها لرواد الأعمال في بلادنا قطر. نعم، طبعا بنك قطر للتنمية هو يعني تركيز الكلي على رائد الأعمال، والخدمات اللي يقدمها بنك قطر للتنمية خدمات مالية وخدمات غير مالية. طبعا هذه الخدمات تتكون كلها في 5 مراحل. المرحلة الأولى هي أن تنمي الفكرة، ولها خدمات مثل جدوى ومثل بعض الخدمات اللي تساعدك في تنمية الفكرة. الخطوة الثانية اللي هي أن تحول الفكرة إلى مشروع، تبتدي مشروعك. طبعا تبتدي المشروع عندك برامج كثيرة، فيها برامج مالية مثل برنامج الضمين، تمويل المباشر، وعندك استثمار، برنامج جديد وغير عن التمويل يختلف، برنامج استثمار. برنامج استثمار طبعا عندك برامج غير مالية مثل برنامج جدوى وبعض البرامج المساندة لبدء فكرة المشروع. شو المقصود ببرنامج جدوى محمد؟ جدوى برنامج يساعد صاحب الفكرة بتحويل فكرته إلى دراسة جدوى متكاملة. طبعا هذه دراسة الجدوى هي بتبين نجاح المشروع وتبين كيف يبتدي المشروع، وطبعا بيسهل عملية التمويل من ناحية كبيرة، بحيث تكون على يعني دراية تامة بالمشروع من السوق ومن معطيات السوق والمعطيات اللي تحتاجها في بدء المشروع في أي قطاع من القطاعات. شلون الأسس اللي قائم عليها هذا البرنامج؟ يعني أنا الآن كمستثمر مثلا على سبيل المثال، نعم، وعندي مشروع أبغي أبدأ فيه، شو الإجراء اللي أنا أبدأ في القيام به قبل لا أدخل فيه؟ طبعا بنك قطر التنمية اليوم يوفر قسم نافذ الوحدة. هذه القسم نافذ الوحدة يأخذ الطلبات الموجودة ويحول الطلبات إلى الأقسام، منها قسم جدوى، وجدوى بيبتدون التواصل بصاحب الطلب والنظر في طلبه وتحويل الطلب إلى إن شاء الله دراسة جدوى وتحويلها إلى 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 فكرة، إلى فكرة إيه؟ قابلة للتنفيذ. طبعا احنا تكلمنا عن الخطوة الثانية اللي هي تحويل الفكرة إلى مشروع. نعم. الخطوة الثانية اللي هي تقوي المشروع. تقوية المشروع لها خدمات غير مالية. كيف؟ هذه الخدمات يعني على سبيل المثال شهادة الأيزو. شهادة الأيزو شهادة إدارية جدا قوية ترتب وتنظم صاحب المشروع في تنظيم إدارة المشروع. طبعا عندنا نعم طال عمرك في الإدارة تبع المشروع نفسه. في الإدارة طبعا، وطبعا في مثل تدقيق يساعد في معرفة الحسابات الداخلية ومعرفة توجه المشروع إلى أين وكيف تعالج المشروع وكيف تنمي مشروعك من هذه الحسابات. طبعا عندنا عيادة من اسم القسم أو الخدمة، هي إذا صاحب المشروع يمر في بعض المشاكل ممكن عيادة أن يتدخلون ويحاولون يساعدون صاحب العمل بكيف يعالجون المشروع أو صاحب الفكرة. طبعا هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي كيف تنمي مشروعك. طبعا المشروع انت تأسسه وتقويه، والمرحله الرابعه تنمي المشروع. تنميه المشروع نرجع مره ثانيه للتمويل، لان التنميه تحتاج فيها يمكن قطاعات جديده، يمكن خطوط جديده، ويمكن تحتاج دراسه جديده، فتحتاج جدوى فيها. طبعا المرحله الاخيره اللي هي مرحله التصدير والوصول الى العالميه. بنك قطر للتنميه يوفر اليوم برامج تنمية الصادرات اللي هي تحويل المشروع من مشروع إلى مشروع جاهز للتصدير،
وترويج الصادرات. المنتج القطري يكون حول العالم في معارض عدة وفي محافل عدة بحيث يتم ترويج المنتج القطري. وطبعا عندك تمويل وتأمين الصادرات بحيث يحفز المصدر القطري أنه يتعاقد مع مشترين أجانب ويبتدي التصدير. نعم. هذه هي المراحل. هذه بنتكلم عنها بشكل أكبر إن شاء الله. نعم. في الفقرة الثانية من البرنامج. لكن احنا لو نتحدث عن استراتيجية بنك قطر للتنمية، يتحدث ويسعى لتحقيق نسبة عالية في الاكتفاء الذاتي لدولة قطر في مختلف القطاعات الانتاجية، سواء قطاعات الثروة السمكية أو الحيوانية أو غيرها من القطاعات. كم بلغ دعمكم لهذا هذا النوع من المشاريع، وأيضا حجم التمويل لهذا النوع من المشاريع اللي في النهاية يساهم مساهمة كبيرة جدا في سد السوق وسد احتياجات السوق القطري؟ طبعا هذه المشاريع مشاريع لها غاية في الأهمية، هي مشاريع مهمة جدا في القطاعات هذه كلها، وهي تحتاج دعم كبير من البنك. طبعا الخدمات الغير مالية الموجودة كلها تدعم القطاعات هذه. الخدمات المالية توجد عندنا برامج باتفاق مع وزارة البيئة فيها، وهذه البرامج تساعد في أصحاب العزب وأصحاب المزارعين وأصحاب أصحاب البحر، أصحاب القوارب الصيد. ففي برامج موجودة، وطبعا غير تمويل المشاريع الكبيرة اللي لها أهمية استراتيجية في الأمن الغذائي في البلد. طبعا بالأرقام حجم تمويلها كم تقريبا؟ يعني وصلنا إلى 600 مليون ما شاء الله. إيه حجم تمويل في 300 مشروع وبرنامج مختلف. بالنسبة، هل في نسبة نجاح لهذه المشاريع؟ يعني احنا قلنا 600 مليون ريال قطري دفع لهذه المشاريع، شلون يتم تقييم هذه 600 مليون؟ يعني هل يعني جابت مردود من قبل هذه الشركات والاشياء والرواد الاعمال اللي اشتغلوا في هذه الشركات؟ صح. ولا لا؟ طبعا البنك مش فقط يهدف الى تمويل المشروع، في متابعتكم موجود، يهدف الى تمويله ومتابعه المشروع. كيف؟ طبعا تكون عندنا متابعه بشكل دومي، اقل شيء تكون سنويه المتابعه. فهذه المتابعه بتعطينا فكره وين المشروع واصل، ايش الخدمات اللي نقدر نقدمها للمشاريع بحيث انه تتطور وتتاكد من نجاحها. طبعا هاي الهدف الرئيسي لبنك قطر التنميه، ان نجاح كل المشاريع، هذه الغايه الرئيسيه حق البنك. وكيف يتم متابعه هذا النوع من المشاريع؟ يعني محمد، احنا لما نتكلم عن مشاريع زراعيه وتنمويه هذه راح تكون اثرها طويل المدى. صحيح. كيف يتم التاكد من يعني جدوى هذه المشاريع اللي وصلاحيتها للسوق الإلكتروني؟ نعم، طبعا احنا في بنك قطر للتنميه مثل ما تفضلت لك عندنا خدمات غير ماليه، هي الخدمات مثل جدوى ومثل عياده. طبعا عياده هي تتاكد بشكل دوري وبشكل مستمر على تنميه المشروع مثل ما كانت في الدراسه، واذا تم فيها اي حاله يعني متغيره يتم علاجها عن طريق عياده. فهذه عياده يعني لها دور رئيسي في متابعه المشاريع اذا صار في مثلا مشكله في اي مشروع. بالضبط. طبعا احنا نبني على دراسه تكون طويله الامد، فنتابع الدراسه ونتابع المشروع على يعني حي المشروع، نتابعه هل هو متماشيا مع الدراسه. جميل. او لا. جميل. العام الماضي وضعته استراتيجيه لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. نعم. محمد، خلنا نتحدث عن هذه الاستراتيجيه، وما هو دور بنك قطر للتنميه في دعم المنتج الوطني اللي بالفعل يعني الفتره الماضيه اثبت كفاءته وتميزه بعد ازمه الحصار على بلادنا قطر، والحمد لله احنا تجاوزنا هذه الازمه ولم يعني تكاد تذكر هذه الاثار اللي كانت عليها، والحمد لله قطر قويه باقتصادها وبابنائها. كيف كانت التفاعل مع المنتج الوطني وشلون وصلتوا لدعم هذه المنتجات؟ طبعا الاول مبادره قام بها بنك قطر للتنميه بعد فتره الحصار، اول مبادره كانت معرض صنع في قطر، وتبع بعده بعد معرض ثاني صنع في قطر،
معرضين طبعًا كان طبعًا كان فيه اهتمام كبير صح. في السنة الماضية بحيث نحن نروج إبراز المنتجات القطرية. اليوم حتى لو تروح أنت الهايبر ماركت مثلًا على سبيل المثال بتحصل منتج القطري طبعًا لا اهتمام هناك صح. من قبل بنك التنمية ومن قبل الوزارات المعنية. الشيء الثاني أن بنك قطر التنمية عنده استراتيجية جديدة فتح أسواق عالمية حق المنتجات القطرية. الأسواق العالمية اليوم تغيرت بالنسبة حق قطر، ففتحنا جهات جديدة وتم دراسة دول جديدة بحيث أن تأخذ فرصة المنتج القطري في التصدير. فاليوم أنت بيكون عندك التغطية المحلية وطبعا التصدير، هذا الشيء مهم بيكون. نعم، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. نحن متواصلين في حديثنا عن بنك قطر للتنمية والاستراتيجيات الموجودة وأيضا البرامج الدعم المباشر لرواد الأعمال في قطر، لكن بنروح معك ومع مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ونرجع بعده نتابع حلقتنا وحوارنا مع برنامج اقتصاد. انتظرونا. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في برنامج اقتصاد وأيضا مع ضيفنا محمد علي الجلاهمة مدير إدارة تمويل الصادرات في بنك قطر للتنمية. طبعا العديد من الخدمات اللي قدمها بنك قطر للتنمية في هذه الفترة واللي قدمها لرواد الأعمال عندنا في قطر. نتعرف الآن معاكم مشاهدينا الكرام على أحد هذه البرامج اللي قدمها بنك قطر للتنمية ويسمى برنامج الضمين من خلال التقرير اللي أعد لنا فريق عمل برنامج اقتصاد. نتابع. يعد برنامج الضمين واحدا من أهم المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع، إذ بدأ العمل بالبرنامج فعلياً عام 2010، ويقدم البرنامج ضماناً لصالح البنك الممول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يضمن بموجبه 85 من قيمة التمويل الممنوح بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري، ويمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج شرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال قطري. أما المستفيد من برنامج الضمين هو أي مشروع قطري صغير أو متوسط أو مشترك مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال قطري، وتعد جميع أنشطة الأعمال للقطاعات الرئيسية مؤهلة للحصول على دعم برنامج ضمين عدا قطاعات الزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية، التعدين والمحاجر غير النفطية، تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة المالية والتأمينية والأنشطة العقارية. يشار إلى أن قيمة الضمانات المعتمدة من خلال البرنامج بلغت عام 2017 303 ملايين ريال بزيادة قدرها 17.4%، وبلغ عدد الضمانات 47 ضماناً، فيما وصل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية حيث بلغ عددهم 185 مصدراً، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال. تابعنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام ونرجع مع ضيفنا محمد الجلاهمة. محمد، برنامج الضمين من البرامج المهمة اللي عندكم، شلون ممكن الشخص يدخل في هذا البرنامج إذا عنده مشروع معين، خاصة أن أنتم تقريبا المحفظة التمويلية لبنك قطر للتنمية ارتفعت العام الماضي وصلت 8 مليارات ريال قطري لتمويل المشاريع،
أبرز المجالات اللي تركزون عليها قبل ندخل في إجابة هذا السؤال؟ نعم طبعا برنامج الضمين برنامج مهم لرائد الأعمال، برنامج تمويلي غير مباشر بالشراكة مع بنوك مثل بنك قطر الوطني، مثل بنك المصرف، وبنوك عدة متواجدة في البرنامج. الهدف منها أن هذه البنوك توفر أفرع كثيرة وتوفر خبرة في ذي المجال، بحيث أن رائد العمل يقدر يستفيد منها. طبعا البرامج لها طريقتين مختلفتين، برنامج الضمين لها طريقتين مختلفتين في تقديم الطلب. طبعا ممكن الخيار أن يقدم الطلب عن طريق البنك المشارك، وممكن يقدم عن طريق بنك التنمية. عندنا برنامج الضمين وعندنا برنامج محفظة الضمين. شلون بس أبغيك توضح النقطة اللي يعني نقطة البنك المشارك أو عن طريق بنك التنمية، كيف الفرق؟ طبعا تقديم طلب هو ما بيفرق، هو مجرد تقديم طلب وبرنامج البنك المشارك. طبعا يعني أنا بإمكاني أقدم الطلب عن طريق البنك نفسه. نعم تقدر تروح البنك وأقول أنا أبغى عن طريق برنامج الضمين. الضمين البرنامج هو برنامج محفظة الضمين. ما يحتاج أنا أجي أبلغكم من قبل وأخذ موافقة وبعدين أنطلق أنا؟ لا ما تحتاج. طبعا هذه برنامج محفظة الضمين، فأنت تروح البنك تقدم الطلب، وهم في آلية يتبعونها يشوفونك إذا تحت برنامج محفظة الضمين. في حالة إذا البرنامج شافوك أن أنت مش في البرنامج يحولونك على بنك التنمية بحيث تدخل في برنامج الضمين. برنامج الضمين وبرنامج المحفظة برنامجين شبيهين لبعض، لكن الهدف منه أنه يتيح للبنك الشريك أنه يخلص أمور التمويلية مباشرة مع رائد العمل. زين خلينا نتكلم عن الآن برنامج الضمين، كيف ممكن الشخص أنه يقدم له، وشنو الإجراءات اللي الواحد يبدأ فيها عندكم في بنك قطر التنمية؟ طبعا من أول المتطلبات هي دراسة جدوى، فدراسة الجدوى مهمة للتمويل، مهمة للبرنامج. طبعا يجي معها كثير من المتطلبات مثل السجل التجاري، مثل الأوراق المتطلبات الثانية. يعني الواحد لازم يفتح له شيء سجل تجاري بعدها؟ اي ممكن، ممكن حتى ممكن يفتح سجل تجاري بعد ذلك، بس هي الماده الرئيسيه اللي هي دراسة الجدوى. اليوم ايش تحتوي عليه دراسه الجدوى؟ دراسه الجدوى تحتوي على دراسه السوق، تحتوي على دراسه المشروع، حجم المشروع، قوه المشروع، ايش المشروع، ان كان صناعي او ان كان خدمي او ان كان. طبعا في قطاعات مختلفه برنامج الضمين يغطيها، برامج صناعيه، ويغطي القطاع الصحي والقطاع التعليمي والسياحي، طبعا الخدمات ذو قيمه مضافه. فهذه كلها لها طابع مختلف ولها دراسه مختلفه. طبعا اليوم برنامج الضمين ممكن يقبل دراسه جدوى من 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 قبلك انت مجهزها بشكل بسيط. اذا كان المشروع صغير اصغر من 5 مليون تقدمها طبعا للبرنامج، والبرنامج بيتاكد. يعني تقدر تقول اذا اقل من 5 مليون تكون دراسه مبدئيه فيها الاهم المتطلبات، بالضبط المواد الخام اللي نقول اسعارها. نعم. التدفقات النقديه اللي بتدخل عليك طول السنه، يعني اشياء بسيطه. طبعا نمررها لقسم يسمى قسم الجوده، ينظر على جوده الدراسه ويحاول انه يساعد رائد العمل بتقويه ذي الدراسه. الهدف منها ان احنا بنبي نسهل عمليه يستفيد في النهايه المستثمر. اكيد اكيد. حلو، ومن بعدها محمد؟ ومن بعدها يتم ابلاغ البنك الشريك. طبعا انت تختار اي بنك الشريك، اذا ما كان مختاره في البدايه، طبعا اذا قدمت الطلب عن طريق بنك قطر للتنميه تختار اي بنك المشارك معك، نوجه خطاب ضمان للبنك، وبعدها تبتدي علاقتك مع البنك، توقيع العقود واستخدام المبالغ هذه لتأسيس المشروع. حلو حلو. وبعدها الشخص ينطلق ويتم فيه متابعة بعد بدء المشروع من قبل بنك قطر التنمية مع الشخص طبعاً نفسه. وذكر أيضا محمد يعني نقطة جدا مهمة، هي مسألة أن الشخص إذا مثلا فشل في استمرار المشروع ولو واجهت بعض المشاكل والمصاعب، هناك ما يسمى بعيادة العيادة. برنامج عيادة يساهم في يعني وضع حلول للمشروع إن فشل أو نواجه بعض المصاعب، لتقوية وتطوير هذا
المشروع. أيضا محمد، البنك قدم عدد من الخدمات الاستشارية لعملاء البنك، خلينا نتحدث عن هذه الخدمات، شن هي أبرز الخدمات اللي تقدم كاستشارات، وأيضا كم عدد المعاملات اللي تم إنجازها في هذا المجال؟ نعم، طبعا الاستشارات خدمات هي تبتدي من جدوى، وفيها عيادة، وفيها تدقيق، وعندك خدمة تسويق. شن هي خدمة التدقيق؟ خدمة التدقيق، احنا تكلمنا عن جدوى وعيادة تكلمنا عنهم، لكن التدقيق عبارة عن شنو؟ طبعا الحسابات في أي شركة هي العمود الفقري، وهي شيء مهم من الواحد يتتبعها ويعرف من خلالها إيش المشاكل اللي وجهها وإيش المميزات اللي عنده يعني، وكيف يبتدي السنة اللي بعدها. فإحنا نوفر خدمة تدقيق بحيث نحن نشجع رائد العمل أن يتم عملية الحسابات السنوية ويتم تدقيقها، فتوجد حسابات داخلية وتوجد تدقيق للحسابات. طبعا تدقيق الحسابات يفيد بشكل كبير رائد العمل بحيث يأخذ نظرة على مشروعه وإيش إنجازه اللي أنجزه في خلال السنة بجمعها كلها. حلو، ومن بعدها خدمة تسويق قلت لي. طبعا خدمة تسويق، خدمة تسويق هي مثل ما اسمها تحاول أن تساعدك في التسويق المنتج. طبعا تم دراسة عليها، وهذه الدراسة تبين منتجك كيف بتسوق، وفي آلية للبرنامج، آلية ممكن أن تساعدك في توصيل المنتج إلى وتسويق المنتج إلى داخل البلد. يعني الفترة الماضية احنا تحدثنا عن هذه المراحل الكبيرة، الإنجازات الكبيرة اللي حققتها محفظة قطر أو حاضنة قطر للأعمال، خلينا نتحدث أكبر عن هذه الحاضنة ودورها في دعم المستثمرين، وما هو الفرق بينها وبين الخدمات اللي يقدمها بنك قطر للتنمية. حاضنة قطر للأعمال هي مرحلة من مراحل رائد العمل. رائد العمل طبعا في البداية يبتدي يفكر في الفكرة، وطبعا يحولها إلى مشروع، وطبعا يحتاج احتضان. حاضنة قطر توفر 15 ورشة جاهزة مع على الرائد العمل اللي يجيب معداته ويبتدي يشتغل، وتوفر 60 مكتب. حلو. الفكرة منها أن أنت تبتدي في خلال سنتين تهيئ مشروعك وتجهز مشروعك، تبتدي تنتج وتأخذ فكرة في السوق، وبعدها تتخرج. فهي مجرد مرحلة تأسيسية حق المراحل. حلو. حق مرحلة تأسيس المشروع. طبعا الحاضنة توفر خدمات كثيرة، وتوفر دعم للقدرات، وتوفر دعم إدارة، وتوفر خدمات كبيرة لإنجاز المهمة وهي نجاح المشروع. نعم محمد، احنا خلينا نتكلم عن جانب آخر، لربما أثناء مشاهدتنا للتقرير ذكرت أن هناك برنامج بخلاف برنامج الضمين هو برنامج التمويل المباشر. نعم. عندنا برنامجين، برنامج الضمين وبرنامج التمويل المباشر، ما هو الفرق الأساسي بين هذين البرنامجين؟ طبعا برنامج الضمين برنامج تمويل غير مباشر، يتم التمويل عن طريق البنوك، البنوك اللي فيها تشارك بينكم وبينها، البنوك المشتركة. والبرنامج بطريقة يعني التمويل ومساهمة رائد العمل تختلف عن التمويل المباشر. 87% بيكون التمويل، و 13% عن طريق الضمين، عن طريق الضمين 13% مساهمة المتقدم. أما في التمويل المباشر تختلف، إذا كانت معدات فقط تكون 80%، وإذا كان 80% التمويل. بس احنا نتكلم برنامج الضمين يصل إلى 15 مليون ريال. نعم. زين، برنامج التمويل المباشر، التمويل المباشر يصل إلى 40 مليون، وبرنامج الضمين يصل إلى 15 مليون تمويل، وإذا كان المشروع 18 مليون 3 مليون يكون مساهمة المتقدم، و15 مليون تمويل المشروع طبعا. وهذا هو الفرق الأساسي محمد. ايه، وطبعا في التمويل المباشر الكونستراكشن اللي هي البناء، المرحلة البناء تكون 60% في التمويل. فإذا أراد رائد العمل، إذا أراد رائد العمل فقط مرحلة البناء يكون منها تمويلها 60%. جميل. نسبة الأرباح تفرق بين التمويل المباشر، التمويل المباشر بيكون 5% 3 إلى 5%، والضمين، برنامج الضمين بيكون 7%. 7% من خلالها
نسبة تكلفة الضمان المقدم من بنك قطر للتنمية وهي 1.2%. يعني الضمان اللي قدمه بنك قطر للتنمية. جميل جميل. 7% بتكون داخل هذا نسبة الضمان. جميل جميل. احنا متواصلين معك محمد، وعندنا الفقرة الأخيرة اللي بنتحدث فيها عن أبرز الأمور اللي حدثت في العام الماضي وأيضا المستقبل والخطط اللي جاية مع بنك قطر للتنمية، لكن بنروح معك إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونرجع نتابع حوارنا في برنامج اقتصاد. انتظرونا. مستمرين معاكم مشاهدين الكرام، مستمرين مع حوارنا مع ضيفنا الكريم بن قطر للتنمية، والآن بنروح معاكم ونتعرف على أحد المشاريع الجميلة في بنك قطر التنمية ودور حاضنة قطر للأعمال في دعم اقتصادنا الوطني من خلال هذا التغرير. نتابع. منذ تدشينها في العام 2014 كان لحاضنة قطر للأعمال دور فعال في مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تشجيع رواد الأعمال المبتدئين على متابعة مشاريعهم بشغف ومساعدتهم لتحويل التحديات إلى فرص من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وبتعاون مثمر بين بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، أسست حاضنة قطر للأعمال كأكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط بمساحة 20,000 متر مربع في الصناعية الجديدة، وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر لدعم رواد الأعمال والترويج والتثقيف بفكرة ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع الناشئة للشباب. وسواء أكانت لديك فكرة أم كنت تبحث عن سبل لتنمية عملك، فحاضنة قطر للأعمال تلتزم بإنجاح عملك على المدى البعيد وتقدم مجموعة واسعة من الحلول والموارد لمساعدتك على بدء وتنمية مشروع مبتكر ومجد في قطر. وتتميز الحلول والخدمات التي تقدمها الحاضنة بالابتكار والفاعلية والتنفيذ بمساعدة فريق عمل متخصص لتقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين وفق معايير عالمية صممت بالتعاون مع خبراء رواد محليين ودوليين. وتعد الحاضنة هدفا تنمويا خالصا يصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويضيف لوسائل البنية التحتية مساحات مكتبية وورشا صناعية ودعما إرشاديا وماديا بما يوفره من مواقع متكاملة لخدمة رواد الأعمال ابتداء من تأسيس الفكرة حتى مرحلة الخروج من الحاضنة بشركة أو مشروع قادر على النجاح. ومن أبرز البرامج الرائدة للحاضنة برنامجا ريادة الأعمال الإنسيابية وتسريع نمو الشركات، واللذان يعملان على ضمان السرعة والتطبيق المرن لتوفير المعرفة الأساسية التي يحتاج إليها المشروع من أجل البقاء والنجاح في مراحل مختلفة من دورة حياته. الحاضنة وفي أقل من 4 سنوات احتضنت نحو 150 رائد أعمال قطري، واستطاعت 35 شركة حتى الآن طرح منتجاتها في السوق ليتجاوز حجم إنتاج رواد الأعمال 25 مليون ريال. لا شك في أن حاضنة قطر للأعمال خلال مدة وجيزة استطاعت إحداث نقلة نوعية في مسيرة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بما يتماشى واحتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة والدعم وازدهار الاقتصاد الوطني في ضوء الرؤية الوطنية 2030. تابعنا معكم هذا التقرير ليتحدث عن حاضنة قطر للأعمال. محمد، دعنا نتحدث عن حاضنة قطر للأعمال وتعطينا نبذة عن هذه الحاضنة ودورها أيضا في تنمية وتطوير المهارات الموجودة لرواد الأعمال عندنا في قطر. طبعا حاضنة قطر للأعمال افتتحت في عام 2014، تعد الحاضنة من أكبر حاضنة في الشرق الأوسط،
مجهزة بأحدث التكنولوجيا، فيها مثل ما تكلمت قبل التقرير فيها 15 وحدة جاهزة مبنية، ما على الرائد إلا مجرد يجيب معداته ويبتدي يشتغل. طبعا يوجد بعد 60 مكتب، والهدف من توفير المكاتب هذه لأصحاب أفكار الخدمات، رواد الأعمال واللي في قطاعات الخدمات أكثر شيء، مثل الآي تي ومثل الخدمات الثانية. الحاضنة هي فترة ما بعد تمويل المشروع، هي فترة تأسيسية يجرب فيها خطوة، نقول إحنا هذه الحاضنة خطوة لما بعد، بالضبط خطوة يجرب فيها الفكرة اللي عنده إياها، يتأكد من الصناعة الجودة، بعدها يطلع وينشئ مصنع ويبتدي مثل ما نقول يصنع ماس برودكشن، إنتاج كبير. الحاضنة من اسمها هي احتضان، فإحنا نختار رائد الأعمال. أيوة. إحنا نختار رائد العمل، رائد العمل اللي طبعاً رائد العمل يقدم الطلب، وفي لجان موجودة عندنا تتأكد من الدراسات الموجودة ومن قدرة رائد العمل على إنجاز هذه الدراسة، وبعدها يتم اختياره. فهي يتم اختيار رائد العمل عن طريق كريتيريا موجودة ولجان موجودة، معايير موجودة ولجان موجودة. حاضنة الأعمال مش مجرد توفير مساحة فقط، حاضنة الأعمال توفر خدمات كبيرة، مثلا على سبيل المثال غرف موجودة، مثل غرف اجتماعات، كونفرنس روم، هذه القاعات قاعات تدريبية، كوبي سنتر، قاعة للمعدات هذه اللي تحتاجها. فالهدف منها أن رائد العمل يوفر كل شيء ويركز على الإنتاج في ذي المرحلة، وإن شاء الله مع الخدمات الموجودة بينجح. هل في الحاضرة لما توفر مثلا شخص أو مدرب يدرب رائد الأعمال على الخطوات الصحيحة في البزنس نفسه، يعني كخطوات تعليمية لهذا الشخص ورائد الأعمال؟ نعم، يوجد دعم القدرات ودعم الإدارة، هذه أشخاص موجودين للمشورة ودعم قدراتهم واحتياجاتهم. طبعا في نفس الوقت البنك يقدم بعض الخدمات اللي هي تدعم الحاضنة، وتوجد ورش عمل تقام من قبل بنك قطر للتنمية لتنمية قدرات رائد العمل، من إدارة، من محاسبة، ومن جميع مختلف الاحتياجات، بحيث ننمي قدراته في قيادة مشروعه. نعم. بعد الحاضنة هل هناك مشاريع تنتقل إلى مرحلة التمويل المباشر وأيضا الدخول في برنامج الضمين عندكم في بنك قطر للتنمية؟ طبعا مرحلة البرنامج ومرحلة التمويل المباشر هي يعتمد بعضها، بعض رواد الحاضنة يكونون قبل وبعض رواد الحاضنة يكونون بعد. كيف؟ فيعتمد على حجم المشروع. إذا المشروع يحتاج تمويل بيمر على البرنامج إن كان الضمين أو التمويل المباشر قبل الحاضنة. وإذا ما كان يحتاج تمويل فيقيم مشروعه بشكل بسيط، وبعد التخرج يقدم الطلب للتمويل. في أشخاص يتخرجون من حاضنة قطر الأعمال؟ طبعا هو تخريج في النهاية، لأن هي كم يأخذ المدة تقريبا؟ هي طبعا الفترة سنتين تأخذ، بحيث في معايير نجاح ومعايير كذا ولا؟ طبعا في معايير نجاح، وفي لجان تقيد هذه النجاح، ودائما يكون في مجهود كبير من قبل الحاضنة لإتمام نجاح المشاريع. جميل، نتمنى لكم التوفيق في هذه الحاضنة. قبل لا نختم معك خلنا نتحدث عن مستقبل دعم مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإحنا نتوقع خلال هذا العام قفزة في مشاريع التمويلية لرواد الأعمال في قطر. خططكم لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الإقراض في هذه الفترة؟ نعم. طبعا البنك قطر للتنمية جاهز حق الطلبات اللي بتكون موجودة إن شاء الله في 2008، ومتوقع أنها تكون كبيرة. فتحنا فرع في حاضنة قطر يمثل بنك قطر للتنمية ويمثل واجهة بنك قطر للتنمية، بحيث يستقبل بعض الطلبات الموجودة، على صدد فتح فرع في لوسيل بحيث نستقبل بعض الطلبات. جميل. طبعا عندنا الخدمة الأونلاين
البنكية اللي تخدم الزبائن وتخدم مقدمين الطلبات كيف؟ ويسهل عليهم. تدخل على الموقع الإلكتروني، تقدم على طلبات كثيرة موجودة، إن كان طلبات تدريبية، طلبات تمويلية، استفسارات، كلها موجودة على الموقع. جميل. قطر الحمد لله الحمد حصلت على جائزة المؤشر العالمي لريادة الأعمال لتحقيق المركز 22 عالميا، والأول على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط. دلالة هذا الأمر محمد ومرور الإنجازات تلو الأخرى لبلادنا قطر، طبعا هذا إنجاز كبير لدولة قطر، إنجاز تكاتف جميع المؤسسات التنموية ومنها بنك قطر للتنمية في هذا الإنجاز. وطبعا المؤسسات وبنك قطر للتنمية لن يتوقفوا على هذا الإنجاز، بل سينمون قدراتهم وتطوير في خدماتهم لخدمة رائد الأعمال ورفع مستوى التنافسي اللي موجود، بحيث نتواصل في اعتلاء المراكز إن شاء الله. نعم، قبل الختام كلمة أخيرة لرواد الأعمال محمد، موجهة منك لهم لتشجيعهم لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، خاصة على الجانب الاقتصادي وأيضا ما تقدمونه من خدمات. طبعا رائد العمل، يعني النصيحة المهمة اللي أنا أوجهها له أن يعطي اهتمام الكبير في مشروع اللي بيبتدي فيه، ويعطي نسبة 200% في هذا المشروع، ويحاول بكل طريقة وبكل جهد أن يتم بالنجاح مع خدمات اللي يقدمها بنك قطر للتنمية. وجوده في المشروع وجود مهم جدا لنجاح المشروع. إجابة الحلالة. أعطيك العافية. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. محمد علي الجلاهم، مدير إدارة تمويل الصادرات في بنك قطر التنمية، شكرا لتشريفك وحضورك معنا في برنامج اقتصادي. شكرا لقناة الريان، شكرا أخوي صباح على الاستضافة، وكل الشرف. لا شك على واجب. أتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدين الكرام، في نهاية حلقتنا نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد. نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم على خير الاثنين الجاي الساعة 9 المساء. مع السلامة.